السلام عليكم يا أصدقائي، معكم الطالبة أسيل زائد من مدرسة النصر الخاصة صف ثاني أول. اليوم سوف نصنع جزيرة من الصلصال. أولا سوف نحتاج صلصال لونه أخضر، ثانيا نحتاج صلصال لونه أزرق، ثالثا نحتاج صلصال لونه بني، رابعا نحتاج وعاء. وهيا بنا لنصنع الجزيرة. صنعت الصلصال الأخضر، هو يمثل اليابسة. وضعت الصلصال البني الذي يمثل الجبال. وضعت الصلصال الأزرق يمثل الماء. هذه جزيرتي الخاصة، أدعوكم